هيدا سم متنقل. صحيح. اليوم هودي مطلوب ينزبطوا بالحبوسة. رح نحكي أكثر عن هالموضوع إذا بتسمح معي عبر الهاتف معالي وزير الاقتصاد الوزير أمين سلام. صباح الخير معاليك. صباح النور سامر. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الله يخليكي. تفضل. إيه أنا أول شيء بدي حيي المدير العام أستاذ محمد. نيالك بهيك مدير عام. شكرا معالي الوزير. عن العمل الدؤوب بهالمراحل فعلا استثنائية. وأنا حبيت أني أعمل هالمداخلة معكم صراحة مثل ما بيقولوا وضح بعض النقاط وإدعم بعض المواقف اللي حكي فيها المدير العام منا للتوضيح ومنا لتشديد هالمواقف بهالمرحلة. تفضل. أول شيء هلأ أنا وعم بحضر معكم كمان في مقابلة بنفس الوقت على الـ LBC موجودين عليها النقابات عم يحكوا بموضوع الدولار. تسعير الدولار. ونحن يعني كما اعتاد علينا الجميع بوزارة الاقتصاد ما بدي أقول بعكس وزارات أخرى للأسف، بس نحن بندرس قراراتنا قبل ما ناخدها وبناخد وقتنا فيها، وببعض الأماكن لمنا ليش أخذنا وقت لناخد قرار معين كان بالخبز كان بالصحي. معاليك قطع الخط لو سمحتوا. رجعوا طلبوا لنا معالي الوزير. هاتوا عتبين عليك. عتبين علي؟ لا حيا جهودي. حيا جهودك. ايه بس بده يوضح بعض الملاحظات. لانه للأمانة التسعير، لانه انا ما كنت بالاجتماعات بدي يكون كتير صريح، وانا ذكرت انه نهار التنين هو داعي لاجتماعات، وانا حكي انا وياه بهذا الموضوع. صحيح. بالعكس النهايه هو المعنى الاول بهالموضوع اللي عم يعمل اللقاءات، وبالتالي بكون عنده بعض المعطيات اللي شرح لي اياها على التليفون انه في بعض على حل. شو ما عملتوا ما رح تخلصوا مع الناس، يعني لانه مش لانه انتم مقصرين، هلا اكيد في تقصير وين ما كان، بس لانه في مشكله كبيره حقيقيه وفي عمليه نهب ممنهج وموسع ما عم تقدروا تحطوه لحد. ما فينا نلومكم، هي الامور هيك ماشيه. هلا خلينا نبعث، بس في حدا بده يكون مسؤول بالنهايه. يعني بيجوا المسؤولية. بأصحاب المولدات من هون لكن طلع معالي الوزير بيجوا بيشكولك انه عم يخسروا. يا عمي واحد من اصحاب المولدات بالمتن قبل الازمه كان عنده مولدين، بعد الازمه عنده 22 مولد. مين هو؟ اذا هذا عم يخسر يا خيي روح كبه. مين هو؟ فيك تسميه؟ غير معني بتسميته ست سمر، والاجهزه بتعرف والكل بيعرف. كيف يعني؟ طب فيني اقول لك اكثر من هيك؟ هيدا الشخص افضحوهم. هيدا الشخص بنفس الشهر مسطر فيه 5 محاضر ضبط. بنفس الشهر. ليش يعني مره وكسور بكل اسبوع؟ طيب اذا عم تحكي عم سكر في محضر وعم حيله على القضاء. واحد بياخذ حتى الموظف العادي، خي الموظف العادي بحيلا شركه باصغر مؤسسه بابعد محل بالعالم، اوكي بينعطى انذار اول مره، بينعطى انذار ثاني مره، بينشحط من الشغل ثالث مره، شو يعني 5 محاضر؟ خي وقفوا. ست سمر بتقولي لي لالي انا ما فيني وقفوا. صادروا المولدات كانت هلا هيدي بدي احكي لك فتره مصادره مولدات. لحظه كثير منيح. طلعت فتره خي استردوا هالمولدات شغلوا انتم. ست سمر يا ست سمر هلا نحن بنقعد نشغل المولدات، نحن شو بحق لي بالقانون؟ صادر المولد ويستلمه رئيس البلديه، نحن وامن الدوله بناخذ قرار من القضاء، والقضاء عم يعطي قرار مصادره المولد، بتيجي البلديه بتقول لك انا ما فيني اديره.